السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج المؤرخ. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الحرب البارده وسباق التسلح. علشان نفهم القصة لازم نرجع بالزمن لورا شوية، بالتحديد في فترة نهاية الحرب العالمية الثانية. دول الحلفاء بيتسابقوا على سيطرة أكبر قدر ممكن من ألمانيا. الاتحاد السوفيتي من شمال شرق ألمانيا، وأمريكا وبريطانيا وفرنسا من الغرب. بتسقط ألمانيا مع سقوط برلين. كل دولة من الدول دي كانت مسيطرة على حتة من ألمانيا. التناقضات بدأت تظهر ما بين أمريكا والاتحاد السوفيتي بعد نهاية الحرب، مع شوية منافسة على النفوذ والزعامة. فأمريكا تطلع بخطة لتطويق المد الشيوعي، وسنة 48 بتقدم مساهمات سخية لحلفائها في أوروبا تحسبا لأطماع الاتحاد السوفيتي في دول أوروبا الشرقية. الزعيم روس ستالين بيطلع بخطة لتعزيز السيطرة على الدول الاشتراكية، فتقوم أمريكا وحلفائها بتوحيد المناطق الغربية في ألمانيا اللي تحت سيطرتهم. الاتحاد السوفيتي بيرد بحصار شامل على برلين، لكن بيتفك بجسر جوي من المساعدات من دول الحلفاء، بيتلغي الحصار الموجود، ولكن نتيجته كانت تقسيم ألمانيا لدولتين. وفي نفس السنة بيحصل حلف شمال الأطلسي بحجة الدفاع ضد التهديدات الخارجية اللي هو الاتحاد السوفيتي. يعني التوتر والصراع ما بيقفش لحد هنا، بيتنقل من ألمانيا لشبه الجزيرة الكورية. وبعد حرب شرسة بين الكوريين مدفوعة بصراع القوى الخارجية، بيكون مصيرها هي كمان التقسيم. اتكلمت عن الحرب الكورية في حلقة قبل كده، هتلاقيها في وصف الفيديو. الصراع بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا بياخد منحنى تاني خالص من مجرد نفوذ مناطق العملية لسباق التسلح. ومع كتر الأزمات الموجودة درجة حرارة الحرب بترتفع. أمريكا بترصد منصات صواريخ باليستية بتحمل رؤوس نووية موجودة في كوبا، مبعوثة من الاتحاد السوفيتي لدولة كوبا المتمردة على أمريكا. العالم بيحبس أنفاسه منتظر نهايته في صراع الحرب النووية، ولكن بيحصل اتصال بين الرئيس الأمريكي ورئيس الاتحاد السوفيتي بيحل الأزمة. ولحد دلوقتي دولة كوبا مفروض عليها حصار اقتصادي من أمريكا، ممنوع حد يشتري منها حاجة، ممنوع حد يبيع لها حاجة. وبسرعة بيتنقل الصراع من الأرض للفضاء. الاتحاد السوفيتي بيطلق أول قمر صناعي بيدور حوالين الأرض، أمريكا هي كمان بتطلق أقمار صناعية. الاتحاد السوفيتي بيعلي على أمريكا ويبعت أول شخص في التاريخ للفضاء، بس أمريكا هي كمان بتطلع شخص للفضاء في نفس السنة وتقول لهم دي حاجة عادية. وبعدها بتنشأ وكالة ناسا، وسنة 69 أمريكا بتنزل أول رحلة بشرية على سطح القمر. والموضوع ما بيقفش لحد هنا، لهب الحرب الباردة بيوصل لعالمنا العربي، يا إما تكون رأس مالي أو اشتراكي. وكمان الصراع كان موجود في الحروب العربية ضد الاحتلال الصهيوني. ده كمان مصر والسعودية وإيران عملوا حلف عسكري استخباراتي، وده كانت مهمته محاربة الشيوعية في إفريقيا. وطبعا كل ده كان بأوامر من أمريكا. ومش بس كده، أمريكا بدأت في قلع جذور الاشتراكية في أمريكا اللاتينية، وساعدت في عدد كبير من الانقلابات هناك. كمان أمريكا بدأت حرب فيتنام، وبعدها بتساعد مجموعات في أفغانستان علشان يوقعوا الحكم الاشتراكي هناك. فالاتحاد السوفيتي بيبدأ غزو أفغانستان علشان يقدر يحافظ على سلطته هناك. أمريكا تسكت بقى، فتدعم المجاهدين في أفغانستان بأكتر من 300 مليار دولار، وهتقوم بعملية مخابراتية أمريكية اسمها الإعصار. وعلى أثرها بيروح أشخاص مسلمين يحاربوا مع الأمريكان ضد السوفيت في أفغانستان. وفي وسط كل الصراع ده وخبطة ورا خبطة، كان الاتحاد السوفيتي بيضعف أكتر وأكتر. ومع سقوط جدار برلين بيسقط الاتحاد السوفيتي بعدها بسنتين بس، وبتتحول السيطرة على العالم من قوتين كبار لقوة واحدة بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. ومن الحرب العالمية لحد دلوقتي وهي سايقة البلطجة على دول العالم. لو حابين نتكلم عن الرأسمالية والاشتراكية في حلقة منفصلة، ياريت تكتبونا في التعليقات، واعمل لايك وشير للحلقة. ولو انت مش مشارك فاشترك في القناة وفعل زر التنبيهات عشان توصلك كل حلقاتنا الجديدة. وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.